السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم بجيم جديد 1v1، اللعبة ما بين العمالقة وكبار اللعبة، ماركر باللون الأزرق السماوي، GLA توكسن اللاعب العربي المصري، وإكسكال بطل العالم عام 2021 وعام 2022 كالعادة باللون الموف USA Air Force. الإعادة هدية لجميع المشتركين، ولكن بشكل خاص للأخ إسكندر يلي بشكره على التفاعل المميز. طبعا بنشكر جميع المشتركين، بنشكر جميع المشاهدين، شكرا جزيلا لكم كلكم، لولا دعمكم ما وصلنا لهون، ولكن الأخ إسكندر يستحق هاي الإعادة لأنه طلب مني إعادة 1v1 بخريطة جديدة، خريطة يعني غير متداولة، تمام؟ فهي الخريطة يا أخونا إسكندر، أتمنى لك يعني مشاهدة ممتعة. وبنرجع لسياق الجيم، إكسكال 2 مطارين و2 سبلاي و1 باور. أما عن ماركر انتشار رهيب بالأرض صراحة وسريع، 1 سبلاي وور فاكتوري، 2 سبلاي، 3 سبلاي، 1 باركس. أظن أنه كالعادة رح يتقدم للنص. طبعا الجيم ما لي شايفه على فكرة، شفت مقتطفات من الجيم، وصدقا يعني كرمال يكون في موضوع حماس، كرمال يكون في عنصر حماس في اللعبة، ما شفت الجيم كاملا صدقا، ما بعرف مين بيربح ومين بيخسر، ولكن المكتوب مبين من عنوانه ماركر وإكسكال، فيعني 100% الإعادة رح تكون دموية، والمواجهة رح تكون حارقة ما بين اللاعبين. كمانشي من إكسكال سريعة على أرض ماركر، أعتقد مخفية، نعم الكمانشي مخفية، درون استطلاعية من إكسكال على أرض ماركر، إكسكال يفتتح الهجوم، جميل، رائع يا إكسكال، رائع. 2 ووركر وقف ماركر عن يعني تجميع المصاري بالووركر، خلونا نشوف. طبعا لف ورجع في قوازف هون، جيد جدا إكسكال. إكسكال يفتتح الهجوم وماركر أول كواد، يعني هذا ما بينحسب هجوم، خلونا نشوف. إكسكال يعني يدغدغ ماركر مثل ما شايف من بداية اللعبة، هجوم بواحد كمانشي مخفي، خلونا نشوف. أما عن ماركر تكنيكل، أول تكنيكل من ماركر، جيد جدا، مع باية تيرورست، جميل جدا. وإكسكال يحبط أول هجوم للجنرال ماركر، خلونا نشوف. على كل حال اللعبة ما زالت بالبداية، اللعبة ما زالت بالدقائق الأولى، 3 مطارات من إكسكال. شو هالتكتيك اللي راح تمشي فيها إكسكال؟ إكسكال يحاول أن يفعل شيئا بطائرات الكمانشي، ولكن يعني ماركر في المرصاد، ولكن ماركر موجود. إكسكال يلف ويدور حلو كتير على الوور فاكتوري، جيد جدا. إكسكال أول هجوم يحتسب، والكواد موجود. حذاري يا إكسكال، أنت تلعب ضد لاعب لا يستهان فيه أبدا، لا يمكن أن تمر هيك حركات على لاعب مثل ماركر، والله أعلم. على كل حال إكسكال يعود بالكمانشي إلى وسط الخريطة، خلينا نشوف ماركر شو باني. أعتقد 2 وور فاكتوري، جيد جدا. والنص كالعادة ماركر، حلو، في هون يعني محاولة تسلل مرة أخرى، محاولة تقدم من إكسكال على يعني أول طائرة من طائرات إكسكال، خلاص صار لازم تنزل مثل ما لك شايف. يعني إكسكال يعتمد تماما على الطيران، يعتمد تماما على الكمانشي، ما في ولا دبابة ولا وور فاكتوري عند إكسكال. جميل جدا، بيشيل الأويل، حلو، إكسكال بيشيل الأويل. طبعا لاحظ بعت الشنوك مع الكمانشي لحتى تصد الصواريخ ويدمر الأويل يلي هون، رائع جدا. رادار فان كشافة، طبعا بتكشف الكمانشي المخفي من ماركر، جيد جدا مع شوية كواد. خلونا نشوف أرض إكسكال يعني مفتوحة أمام ماركر، الغطاء غطاء جوي أمام ماركر. لاحظ الكمان، يعني لاحظ الشنوك قديه عم تنهي الكواد، يعني قديه عم تلهي الكواد، عفوا التهب الشنوك، بعت له الشنوك لحتى يلتهي فيها، وقرب له الكمانشي، خطير جدا يا إكسكال، تكتيك رائع جدا إكسكال الجنرال USA Air Force صراحة، يعني حركات ما بتشوفها غير عند إكسكال صدقا، يعني من
نشري للإعادات عفوا ومن مشاهدتي للإعادات إكسكال هو صاحب هاي الحركات وهو العراب لهي الحركات. ماركر لاحظ الشينوك مرة أخرى, شايف 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 عملية هيت أند ران, يعني عملية تلهاية بالشينوك, تلهاية فقط بالشينوك وعم يستفرد بالكواد. جميل جدا يا إكسكال, جميل جدا يا إكسكال, ولكن لا تستعجل لا تستعجل, دائما لا تستعجل, ويعني خصيصا في هذه اللعبة العبرة في الخواتيم, دائما العبرة في آخر اللعبة, دائما العبرة بتكون بالدقائق الأخيرة من اللعبة. أحيانا بعض اللعيبة بيكون عندهم وركر واحد أو مبنى واحد وبيربحوا الجيم, يعني ما تحكم على الجيم بسرعة. إكسكال يعود بالكمانشي إلى الوراء, ولكن ماركر شايف, على فكرة ماركر شايف الكمانشي يا إكسكال, ماركر يرى طائرات الكمانشي. خلونا نشوف. على كل حال استراتيجي سنتر من إكسكال, خشوف ماركر إذا في أي تقدم بالبناء. لحد الآن ما في لا بلس ولا أكثر من 2 وور فاكتوري, ولكن جيد جدا طالما عم بيستحل المنتصف, جيد جدا. فلاش بانك من إكسكال, إكسكال يحاول, يعني إكسكال رائع جدا, إكسكال جيد جيد, إكسكال يحاول الالتفاف بجيش الكمانشي. خلونا نشوف التطويرات, أعتقد راكت بودز, أعتقد بينين لهم راكت بودز. لاحظ حذاري, الكواد موجود, الكواد موجود يا إكسكال, الكواد موجود. على فكرة الكمانشي بيصلحهم, لأنه الكمانشي اللي عم بتبخر بتبين حتى لو كانت مخفية. أعتقد هذا جليتش باللعبة, ولكن هو يعني إجباري يصلحهم لأجل هاي الشغلة, يعني بصير الخصم يعرف وين الكمانشي تبعولك, إما من الصوت أو من الدخنة اللي بتطلع من الكمانشي, فلهيك لازم يضلوا مصلحين. خلونا نشوف. على كل حال إكسكال يلتف مرة أخرى, إكسكال يعاود التسلل إلى أرض ماركر, ولكن الدفاعات كتيرة. لاحظ ستينجر ويعني تونلز وجيلي توكسين يعني قوي جدا, وبلس من ماركر, بلس من ماركر. خلونا نشوف إكسكال 2 سبلاي لحد اللحظة مع واحدة أويل, مع واحدة أويل. نعم ماركر يحرم, ماركر يحرم من الأويل يلي هون, ولكن معود بالسبلاي اللي تحت. أما عن إكسكال هلأ مش أخذ السبلاي اللي هون. على كل حال إكسكال يعود بجيشه إلى الأرض, وماركر يحاول التقدم, ماركر يحاول التقدم بيعني ببضعة دبابات من الكواد مع وحدة رادار فان. جيد جدا إكسكال يعني يعود إلى أمام جيش الكواد. خلونا نشوف الرادار فان موجود, حذاري يا إكسكال. حلو, كنترولينج جيد, كنترولينج أسطوري, كنترولينج أسطوري يا إكسكال, مايكرو أسطوري يا إكسكال, رائع جدا رائع جدا. يعني راحت طيارة واحدة فقط مقابل جيش من الكواد, مقابل جيش من الكواد كانونز. جميل جدا إكسكال, هاي هي الصفقة الرابحة, وهذا هو الهجوم اللي بطعمي خبزة. يعني إكسكال يحاول تدمير البنكر, معك شايف انشالت البنكر, انتشار ماركر رهيب, ولكن يعني التكتيك عند ماركر اعتقد في مشكلة, اعتقد في مشكلة. يعني الكواد منه ضعيف ضد الكمانشي لحتى تفرط فيهم بهالشكل يا ماركر. طبعا يعني ماركر بيلعب بطريقة لا غبار عليها يعني بالنهاية, ولكن منه معصوم عن الغلط, يعني اكيد عنده اخطاء. كاربت, كاربت من إكسكال, رائع جدا. إكسكال يحاول انتهاز الفرصة, طبعا هاي السبلاي لإكسكال, هاي السبلاي لإكسكال. لاحظ الشينوكس, الشينوكس يا الهي يا الهي, رائع جدا إكسكال. طبعا بنى قاعدة إكسكال, بنى قاعدة إكسكال, رهيب والله رهيب, رهيب الكنترول عند إكسكال, عم بيعمل فرق باللعبة. يعني جيوش ماركر أقوى, جيوش ماركر عدد أكبر مثل ما لك شايف, ولكن المايكرو هو سيد الموقف. السبكتشر, السبكتشر غانشيب جميل جدا. لاحظ مرة تانية, مرة تانية لها الجيوش بالسبكتشر. شال الستينجر, حلو كتير, شال الستينجر, حذاري فيه كواد. اوه إكسكال اسطورية يا إكسكال, اسطورية منك يا إكسكال, رائع جدا. يعني كل هالدمار بطائرة واحدة, كل هالدمار بطائرتين كمانشي, جيد جدا إكسكال. يعني ما بعرف ليش ما عم يعتمد على هومفيز ايضا, ما بعرف ليش ما عم يتكل على الهومفيز ايضا, ولكن لحد اللحظة هاي لبعد 10 دقائق من اللعبة, يعني اداء اسطوري صراحة, اداء يعني
لا يوصف صراحة من لاعب مثل إكسكال يعني. والله مش تطبيل ولكن أمامك يعني الشغل عم بيصير قدامك والتكتيك عم بيصير قدامك، وهي حركات مش أي شخص مش أي لاعب بيقدر يقوم فيها. ماركر مرة أخرى بجيش الكواد، خلينا نشوف إذا تطور شيء من الكواد. ما تطور شيء من الكواد، عنده بلاك باركت ولكن ما مطور شيء بالكواد. حلو البنكر، البنكر ظهرت أداء أمام ماركر يعني انجبر أنه يشيله، وإكسكال يعود بجيش الكمانشي مرة أخرى. جيش الكمانشي والراكت بادز، الراكت بادز من إكسكال. يا إلهي يا إلهي، دمار شامل، دمار شامل بخطوة واحدة، جيش كامل تدمر بدون ما يروح ولا طيارة لإكسكال، ولا طيارة لإكسكال راحت. يا الله شو هال شو هال شو هالمايكرو الأسطوري يعني، برمشة عين راح الجيش كاملا يعني. كيف بدك تخسره هذا؟ كيف بدك تخسره هذا إكسكال؟ طبعا ماركر سحب باور، فاتتنا هاي النقطة، فاتتنا هاي النقطة، ماركر سحب باور. أعتقد أعتقد يعني هلأ راح تفرق اللعبة كتير وراح تنقلب الموازين. إكسكال يحاول التقدم. حلو، طبعا كان لازم يكون في عدد كواد أكبر، كان لازم يكون في عدد كواد أكبر، ولكن الجيش تدمر مثل ما شفنا قبل شوي. حاول انه يعمل بوب ولكن العدد قليل، العدد قليل. خلونا نشوف ماركر بنى طاقة يعني، صار خاصية البناء عنده أسرع، جيش جي ال اي صار أقوى يعني، جي ال اي توكسين هو يعني. أعتقد صار هلأ الوضع أفضل بكتير عند ماركر. لاحظ الوركر المتسلل، الوركر المتسلل على أرض إكسكال، جيد جدا، جيد جدا من ماركر. خلونا نشوف، اعتقد انه نفق 99% نفق. خلونا نشوف، على كل حال على كل حال ما زال الوركر واقف ما عم يعمل شيء. خلونا نشوف اذا راح تمشي هاي الشغله على إكسكال. بكل الاحوال إكسكال، إكسكال حذاري، في جيش كواد قدامك، ولكن وين الرادار فان يا إكسكال؟ حلو حلو حلو، ما بعرف كيف كشف اعتقد بالسكان، اعتقد بسكان القاعده، بسكان القاعده هون. اعتقد صار لازم إكسكال صار بيعرف انه ماركر سحب طاقه يعني، صار يعني الفكره صارت واضحه عند إكسكال. خلونا نشوف سبلاي، خلص خلص، اعتقد ماركر صار جيشه اقوى بكتير. وكاربت مره اخرى، كاربت مره اخرى من إكسكال بنفس الطريقه، بنفس الاسلوب، بنفس الستايل مثل ما لك شايف، بشيل جيوش ماركر. رائع جدا يا إكسكال، رائع جدا يا إكسكال، اسطوري 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 والله بالمايكرو اسطوري يعني. ما عمل شيء بالجيم على فكره غير انه بنى هالكم مبنى. واها بارتيكل كانن، بارتيكل كانن من إكسكال. شوف لاحظ هلا اللي عم يبني وور فاكتوري، هلا اللي عم يبني وور فاكتوري. من اول لعبه ما عمل شيء غير انه عم يعمل مايكرو بالطيران، مايكرو بالكمانشي. حلو كتير، حلو كتير. ماركر 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 ما زال عم يكشف الخريطة، وما زال يعني والله العظيم يعني أساليب ما بتخطر على البال صراحة، أساليب ما بتخطر على البال. ما زال عم يكشف بالقاعدة، بالسكان تبع القاعدة. فجيش إكسكال كله انفتح، جيش إكسكال كله انكشف أمام ماركر، بس هو عم بيقرب الكواد، الكواد لحالهم عم يضربوا. خلونا نشوف هذا الوركر لهلا بعده هون، لهلا ما بنى فيه شيء ماركر. اعتقد تيريكو بلان بي، وإكسكال يتقدم لارض ماركر. خلينا نشوف ماركر شو عم يبني لحد اللحظه هاي. مطار حلو كتير، رابترز. خلونا نشوف إكسكال يعود بطائرات الشنوك الى ارضه، والتوماهوك، التوماهوك خيار، خيار ذكي جدا من إكسكال، خيار التوماهوك، الضرب من بعيد، بارتيكل كانن من إكسكال، وايتن سترايك. خلونا نشوف لوين الايتن سترايك. طبعا إكسكال بيستفيد من الاويل، من السبلاي اللي هون اخيرا. حلو حلو، لاحظ لاحظ بنفس الطريقه، بنفس الطريقه. الرابترز مره اخرى، خلونا نشوف. طبعا الرابترز اذا كانوا الكمانجي مجمعين، الرابتر، الرابتر خطير جدا، بيكون رائع جدا. ولكن إكسكال ما كان لازم تخلي ماركر ياخذ باور يعني، صارت المهمة صعبة كتير على إكسكال على ما أعتقد. وعلاوة على هالشي سكات ستورم من ماركر، سكات ستورم. خلونا نشوف، حلو حلو حلو، الرابتر، الرابتر. خلونا نشوف رابترز من ماركر،
يعني لاحظ بيدوروا براحتهم حلو، بيدوروا براحتهم بأرض إكسكال جيد جدا. صفقة أكثر من رابحة، شال دروب زون وشال دبابة توماهوك. لا أعتقد أنه ماركر خسران بهالهجوم. خلونا نشوف إكسكال يتقدم مرة أخرى، 15 دقيقة من الجيم وإكسكال ما زال مصر وعم بيعاند على أنه يهجم، بس بالكمانشي ما زال مصر على أنه ما في شيء يستخدمه بهالجيم غير الكمانشي. خلونا نشوف سكات ستورم من ماركر جيد جدا. إكسكال يتقدم، إكسكال يحرك اللعبة قليلا ويتقدم للأمام. يعني لاحظ الانتشار، الانتشار أيضا يحتسب لماركر، ولكن الكمانشي الشنوك عفوا الشنوك، خلينا نشوف هيدي لماركر عفوا لماركر الشنوك. خلونا نشوف اعتقد القنبلة الهيدروجينية، فيول بومب، فيول بومب على على السبلاي. والله تأخرت شوي يا إكسكال، تأخرت شوي. خلص ماركر يعني أخذ أكثر من السبلاي. لاحظ استراتيجي سنتر راح، أسطوري يا ماركر أسطوري، يعني استغلال جيد جدا للباور يلي أخده. يعني لاحظ ما عمل شيء، بس أخذ باور وما عمل طيران واستفاد من القاعدة. وما ننسى الوركر يلي هون، الوركر اللي هون أيضا يعني كارت رابح بإيد ماركر. لاحظ الرابتر، لا أعتقد أنه هي شالت بالرابتر، ولكن إذا كانوا الكومانشي راجعين والرابتر ضربت، فالضربة بتتشتت، ضربة الرابتر بتتشتت، فما كان في استفادة من ضربة الرابتر. ماركر يتقدم مرة أخرى بالكينج رابتر. خلونا نشوف لوين، أعتقد لازم يستهدف، عم يستهدف الطاقة. ضربات موجعة صراحة، ضربات موجعة صراحة يتلقاها إكسكال. إكسكال استراتيجي سنتر عم بيعاود بناء الاستراتيجي سنتر، طبعا عم بيضرب له الشينوكس بالرابتر. يعني كان خطأ كبير صراحة من إكسكال انه يعني سمح لماركر ياخذ باور. عن جي ال اي معه باور، صار جيش لا يقهر. ولكن خلونا نشوف الجيم للاخر، يعني لعل والعسى يعني يكون عند إكسكال خطط انه ينقذ نفسه. خلونا نشوف undetectable الطيارة مخفية. خلونا نشوف، جيد جدا جيد جدا، شالت الستينكر اللي هون. غريب 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 اسلوب اللعب عند إكسكال، غريب الاستخفاف بالخصم، خصم مثل ماركر يعني مليون بالمية ما فيك تستهون فيه. لاحظ حاول يشيل البركس ولكن ما قدر، ولكن لا بأس دمجه تدميج ورجع بالطيران على الأرض بدون أي مشاكل. هنشوف إكسكال وين راح يضرب البارتيكل كانن، لا أعتقد أنه يضربه بوقت سريع. خلونا نشوف. على كل حال إكسكال بحالة دفاعية على فكرة، وإكسكال محشور بأرضه لا تكون بالصورة. يعني خلونا نشوف الكاربت من إكسكال، أعتقد راح يضرب النووي هون السكات على السكات ستورم عفوا. خلونا نشوف إكسكال 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 عم بحاول يشيل السكود، ولكن بكفي لا لا لا، كان بكفي بارتيكل كانن وكاربت، ما بعرف ليش كب الايتين سترايك عليه. خلونا نشوف. على كل حال إكسكال 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 بحالة صعبة يا صديقي. إكسكال يحاول انتبه على الوركر هون، والله الوركر حرام يروح بهالشكل. يعني ماركر كان كارت رابح بإيده، ورقة رابحة كان بإيد ماركر، ولكن للأسف شافوا إكسكال لو فاتح نفق هون وفات على أرض إكسكال كان عمل تأثير خرافي بأرض إكسكال. ماركر يعاود بناء السكات ستور مرة أخرى، وإكسكال يحاول تدمير مطارات ماركر، ولكن خلاص فاتك الوقت، فاتك الوقت يا إكسكال. خلونا نشوف الرابترز عم يضرب الستينجر، طبعا ضغط غير مسبوق كمان من ماركر، ضغط ما بيفهم من ماركر. لاحظ يعني رابترز وبناء، يعني البناء عم بقرب كتير على أرض إكسكال، خناق كتير كبير وضغط كتير كبير على أرض إكسكال. إكسكال بالرابترز مرة أخرى يحاول يعني تمشيط جيوش ماركر من هي الزاوية يلي هون، هي السبلاي اللي هون تحتسب لإكسكال، ولكن ماركر متقدم جدا، ماركر متقدم جدا. بيكن من إكسكال على سكات ستون، وبيكن تاني على سكات ستون. لاحظ 1 و 2 كرمال يعلم السكات ستون، كرمال يقصفهم في وقت لاحق، وماركر يدمر مطار إكسكال. يعني الخسائر كبيرة،
الخسائر كبيرة عند إكسكال. خلونا نشوف الكمانشي 20 دقيقة وإكسكال يعني ما في باليد حيلة مثل ما لك شايف، ما في باليد حيلة، وخصوصي بعد ما أخذ ماركر الطاقة. بعرف كتير عدت هاي النقطة، ولكن نقطة كانت فارقة باللعبة إنه ماركر أخذ الباور. فيعني لاحظ البناء، لاحظ السرعة في البناء، هذا لعب يبني بلاك ماركت، يعني بلاك ماركت بده وقت لحتى ينبنى. فلاحظ صار الجيش خرافي، صار الجيش ماركر خرافي. لاحظ بلاك ماركت بسرعة الصاروخ عم يبني. طبعا إذا بياخذ باور بيصير البناء أسرع. خلونا نشوف ماركر هجم بالرابترز لهون، خلونا نشوف. أعتقد شال الأفنجرز، نعم شال الأفنجرز من أرض إكسكال، أعتقد أنه يرجع بالرابترز، ما زال شال الأفنجرز، يعني هو راجع بالرابترز. على كل حال اللعبة ما زالت قائمة وإكسكال ما زال صامد. اللعبة ما زالت بالدقيقة 21، فيتم بالدقيقة 22. خلونا نشوف إكسكال، إكسكال يحاول، إكسكال يحاول طبعا عم بمشط الكواد، عم بمشط الكواد تمهيدا لأنه يفوت الكمانشي، ولكن أرض ماركر ضخمة صارت، أرض ماركر أكثر من ضخمة، قلعة صمود مثل ما لك شايف، يعني يصعب الدخول إليها أو يستحيل الدخول إليها. خلينا نشوف ماركر، طائرات ماركر في الهواء، طائرات ماركر تتقدم إلى أرض إكسكال. خلونا نشوف، أعتقد على الدروب زون، على فكرة اثنين بكفوا إنه يشيلوا دروب زون إلا إذا لفوا اللفة، إلا إذا لفوا اللفة، كل اثنين بيشيلوا دروب زون. طبعا من الرابتر تبعول الإير فورس، مش الرابتر العاديين، ما بعرف صراحة الرابتر العاديين لا أظن إنه يشيلوا دروب زون. خلونا نشوف. على كل حال ماركر قدي معه مصاري ماركر 5000 وإكسكال 5000. خلونا نشوف، ما بعرف منين عم جيب مصاري إكسكال صراحة. واحد اثنين، خلينا نعد هذا، ثلاثة أربعة دروب زون. كاربت مرة أخرى من إكسكال، خلونا نشوف لوين. حلو حلو التقدم بالكمانشي، حذاري، حرام 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 يا إكسكال، روحت الجيش، روحت الجيش على ما أعتقد. شال ثلاثة كواد، لا والله لا ما روح شيء، روح بس وحده شنوك، والله العظيم. الرابتر، لاحظ يا الهي الرابترز، ماركر كانت اسطوريه الضربه، يعني لحقوا بالرابترز وضرب له اياهم، لانه اذا كانوا متجمعين ممكن وحده رابتر تشيل نص الجيش. بارتيكل كانن من إكسكال، بارتيكل كانن اعتقد على بلاك ماركت، ما لحقنا نشوف. الضربة على المطار، الضربة على المطار، والله شكله استفزته الضربة لإكسكال، شالت له نص الجيش. ماركر يعاود بناء المطار مرة أخرى، ماركر يعاود بناء، عنده مطارين على فكرة، عنده مطارين. حلو كتير، إكسكال يتقدم، إكسكال مرة أخرى بالشينوكس. لاحظ الرابترز، لاحظ المجازر اللي عم بتصير بالكمانشي. حذار يا إكسكال، لوين يا إكسكال على تاني مطار. حلو، هاي ساعقة على فكرة، ساعقة. حلو كتير، إكسكال يحاول التقدم إلى أرض ماركر، ولكن أعتقد ما في طريق إلى قلعة ماركر، ما في طريق للأسف إلى قلعة ماركر. يعني عدد الدفاعات رهيب وعدد الكواد لا بأس فيه، وبإمكان ماركر أنه يفتح الخريطة، بإمكان ماركر أنه يفعل أمور كتيرة. للأسف يا إكسكال، لاحظ الأنتراكس من السكات ستورم من ماركر، للأسف ما لحقنا نغطي، كان فيه هجوم لإكسكال، السكات ستورم انضرب، والسنيك أتاك، سنيك أتاك من ماركر، السكات ستورم طبعا انضرب على استراتيجي سنتر وشلوا الطاقة. حذاري كان لازم تفرقون يا ماركر، كان لازم تفرقون. هلأ الأنتراكس انضربت على الطيران، جيد جدا ماركر، يعني مثل ما شايف يستلم زمام الامور في اللعبه، وإكسكال بحاله صعبه جدا، يحاول بناء الطاقه ويحاول اعاده ترتيب اوراقه، ولكن لاحظ قلعه الصمود عند ماركر يصعب الدخول اليها مره اخرى. قلعه البناء عند ماركر اكثر من نص الخريطه بناء لماركر، بناء مش دفاعات وتقدم، مع سكات ستورم كمان، ما تزعل سكات ستورم من ماركر. خلونا نشوف لوين سكات ستورم، طبعا الميديك بتشيل مفعول الانتراكس. سكات ستورم على الدروب زون، ضربة اكتر من ظالمة، ضربة اكتر من موجعة على ارض إكسكال. طبعا كنا عم نقول انه الميديك بتشيل مفعول الانتراكس،
كل ما عليك فعله هو انك تعمل كنترول. حرام 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 الكمانشي اكس كال. خسائر كبيره خسائر كبيره عند اكس كال. جي جي اكس كال هاز بين ديفيتد. اجباري يسلم اللعبه لماركر. ماركر بلع الخريطه مثل ما لك شايف. اتمنى انه كان جيم ممتع وبشوفكم بالجيم القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.